سناء منصور، رؤية إذاعية، طارق عليش. كان يا مكان كان في بنوتة جميلة اسمها ضي، كانت عايشة مع مامتها. باباها كان مسافر، مش بتشوفه غير كل سنة مرة. كانت كل يوم تصحى في ميعاد المدرسة لوحدها، أول لما تقوم تغسل وشها وأسنانها وترتب سريرها الصغير اللي كانت بتهتم بيه قوي وبنظافته. كانت مامتها تقول لها: يا ضي يا جميلة، سيبيني أعمل الحاجات دي عنك، وإنتي بس كل اللي عليكي إنك تهتمي بدروسك وتنتبهي للميس بتاعتك وهي بتشرح لك الدروس. ما أنا لازم أساعدك يا ماما، وبعدين ده سريري أنا، وأنا اللي مسؤولة عنه، زي ما بهدلته أروقه. كان كل أصحابها في الفصل بيحبوها قوي، كان لبسها دايما نظيف، وكانت كل كراساتها مرتبة وجميلة، وعمرها ما نسيت أبدا أو كسلت تكتب واجباتها. في يوم من الأيام وهي نازلة لمدرستها، وكان يوم شتا بقى ومطر كتير، سمعت صوت قطة صغيرة بتترعش من البرد في مدخل العمارة بتاعتهم. كانت قطة صغيرة نونو، عيونها لسه تقريبا مقفولين، وكان شكلها بردان قوي وكمان جعانة قوي. ضي قعدت تفكر تعمل إيه تعمل إيه. شالت الشال النونو اللي على كتفها النونو وغطت بيه القطة الصغيرة، وطلعت سندوتشاتها من الشنطة وحطتها قدام القطة وقالت لها: كلي كلي يلا، وانا هروح المدرسة وهاجي بسرعة، وأرجوكي ما تمشيش من هنا. طول اليوم ده كانت ضي بتفكر في القطة النونو وقلقانة عليها قوي. لما رجعت من المدرسة كانت أول حاجة عملتها إنها اطمنت على القطة النونو اللي في مدخل العمارة. لقيت القطة ما كلتش السندوتشات، فقالت لها: ايه يا قطتي النونو، مش عجباكي السندوتشات بتاعتي؟ وطلعت ضي البيت. تاني يوم وهي نازلة لقيت القطة النونو في مكانها، بس كانت حالتها بقت أسوأ بكتير، وعينين القطة النونو قفلت أكتر. فضي فضلت طول اليوم ده زعلانة قوي على القطة ومش عارفة تعمل لها ايه. لما رجعت ضي من المدرسة دخلت على مدخل العمارة جري، ما لقيتش القطة ولا الشال بتاعها. استغربت ضي جدا وقعدت تدور عليها في كل حتة، ما لقيتهاش. زعلت قوي وقعدت تعيط. أول لما طلعت الشقة بتاعتهم مامتها فتحت لها الباب، ولما لقيتها معيطة سألتها: مالك يا ضي، بتعيطي ليه؟ مين اللي ضايقك؟ ضي قالت لمامتها حكاية القطة. ابتسمت مامتها وقالت لها: ما ينفعش يا ضي واحنا بنعمل خير وشيء جميل نخاف ونخبي على مامتنا، عشان انتي كنتي ممكن تضري القطة النونو دي من غير ما تاخدي بالك ولا تعرفي. انا كنت نازلة النهاردة اشتري حاجة ولقيتها في مدخل العمارة، ولقيت الشال النونو بتاعك، اخدتها وودتها للدكتور وكتب لها على علاج ومرهم لعيونها، وهي دلوقتي في قطك. فرحت ضي قوي وباست مامتها وقالت لها: انا اسفة يا ماما، انا عمري ما هخبي عليكي حاجة تاني خالص. توتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ هنسمع أحلى حكاية جميلة وطنط سناء هتقولها لينا. حدوتة ملتوتة كتبها مصطفى عبد الفتاح، تحكيها طنط سناء منصور، رؤية إذاعية، طارق عليش.